السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا شباب هقول لكم إزاي تركب عربية دوبل كابينة مانوال، إزاي تسوق عربية دوبل كابينة مانوال. تمام، هعلمكم إزاي تسوقها بكل سهولة، مش محتاج منكم أي حاجة. تمام، أولا يا جماعة دي عصاية الفتيس، دي عصاية الفتيس ماشي. ده الكونتاك طبعا أهو قدام، ده الكونتاك ماشي كده، فتحت الكونتاك كده قفلته. تمام، هوريك برضو دوت كده الحرارة، دي كده الحرارة على الشمال كده كويس، على الاتش كده الحرارة كده ما ينفعش ترفع حرارة كده، رفعت حرارة على الاتش. تمام، دوت الامبير ده بتاع السولار، بتاع السولار بس العربة دي بنزين يعني. تمام، واللي في النص ده عداد السرعة، عداد ايه السرعة. تمام، دي عربية تويوتا دوبل كابينة. تمام، مانوال. ديت عصاية الغيارات كده في النص، منور كده لقدام كده الأول، تحتيه على طول التاني كده منور في النص، التالت لفوق، الرابع تحتيه منور، الخامس يمين خالص قدام المارشاليه تحتيه على طول. تمام، يبقى كده يا جماعة عرفنا الفتيس، كده عرفنا ايه الفتيس في النص كده منور. لما تيجي تدور العربية لازم تتأكد ايه، لازم تتأكد ان العربية مموره، ما ينفعش تدور والعربية مش مموره. تمام، وكده هنا تحت الدواسات، ثلاث دواسات، دي كده دبرياش، اللي على الشمال دي دبرياش، اللي في النص ديت في النص دي كده الفرامل، اللي على اليمين ديت البنزين او السولار، يبقى دي البنزين فرامل دبرياش. تمام، هنسمي برضو هندور قدامكم، وديت فرامل اليد يا جماعة، دي ايه فرامل يعني بتشدها كده تمسك فرامل. هندور ونقول بسم الله. العربية بس واقفة من بدري فسقعانة. بص يا جماعة، ندي الأول أهو. تمام، رجلينا طبعا على الدبرياش، رجلينا لازم على الدبرياش وانت بتدي الغيار، عشان تطلع بالعربية هتشيل رجلك من على الدبرياج سنة بسنة، وتديها سنة بنزين سنة بسنة كده، وسنة بسنة ايه تشيل رجلك سنة من على الدبرياج، تحط رجلك سنة على البنزين، العربية مشيت معاك ايه بكل سهولة، العربية ايه مشيت معاك بكل سهولة. طبعا ده الباور، طارة باور. تمام، العربية مشيت معاك ايه بكل سهولة. عايز تيجي تقف بقى ما تمسكش فرامل، لا تروح دايس دبرياج الاول، تروح ايه دايس دبرياش الاول، وتروح سنه بسنه على الفرامل، ما ينفعش تدوس فرامل من غير دبرياش، تحوش رجلك من عايز تقف، تحوش رجلك من على البنزين وبتحط رجلك على الدبرياش الاول، وبعد كده سنه بسنه ايه الفرامل. تمام كده يا جماعه، واي حاجه انا تحت امركم، واكتبوا لي في كومنت وهرد عليكم، ويا ريت فضلا وليس امر اعجاب بالفيديو، لايك واشتراك بالقناه اللي ما اشتركش بالقناه.